مواطنون أشادوا بتلك المبادرة كونها تمنع انتشار الفيروس لمرتادي الأسواق وإلزامهم بطرق الوقاية، داعين إلى توسيع المبادرة لتشمل أقضية المحافظة كافة. اليوم احنا وباء كورونا وباء عالمي يهدد يعني كل البشرية، احنا ما نملك الا يعني نتبع الاجراءات ونكون مع يعني على وعي عالي جدا من لبس الكمامات ويكفو كاجراء وقائي يعني. ونشكرهم جدا على هاي المبادرة الطيبة يعني، خصوصا نتوزع مجاني يعني على المواطنين، واحنا نعول ان شاء الله على وعي الشارع الانباري ووعي الشارع اهل الرمادي عموما بالتزام بالحظر التجوال اوقات الخميس والجمعه والسبت والتزام الحظر الجزئي. السوق لقينا بدايه راس الشارع كمامات يوزعون مجانا طبعا، وكفوف ومعقمات. هذا شيء يفرحنا احنا من نشوف الناس مهتمه والمسؤولين مهتمين وجماعه البلديه والكوادر الصحيه والامنيين مهتمين بهذا الموضوع، فإحنا نشكرهم جزيل الشكر. وتسعى مديرية بلدية الرمادي لنشر الوعي الثقافي للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى أمل اتخاذ تلك المبادرات في أقضية المحافظة. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.